مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. في معلومات لتلفزيون لبنان أن الرئيس سعد الحريري سيبقى في جدة حتى آخر الشهر، يعود بعدها إلى بيروت بخطوات تنفيذية لهبة المليار دولار السعودية للجيش وللقوى الأمنية. وفي معلومات لتلفزيون لبنان أيضا أن السفير علي عواد عسيري موجود في المملكة العربية السعودية لواجب عائلي وللتشاور مع حكومته، وسيعود إلى بيروت بعد أسبوع. تأسيسا على ذلك، سيبقى الوضع السياسي المحلي يراوح مكانه، ما خلى توجه البطريرك الراعي إلى العراق غدا على رأس وفد من بطاركة الشرق لمتابعة أوضاع مسيحيي الموصل بالتنسيق مع الفاتيكان. وفي الوضع المحلي، برزت قوننة إفادات الطلاب الذين بدأوا يتسلمون الإفادات التي تخولهم الدخول إلى الجامعات، لكن لجنة التربية النيابية أوصت الوزير المختص بطلب إجراء امتحانات دخول لكليات الجامعة اللبنانية. ورغم ذلك، ظلت هيئة التنسيق النقابية على موقفها الرافض لتصحيح مسابقات الامتحانات إذا استمرت قوننة الإفادات، لكنها طورت تصعيدها باتجاه مواصلة التحرك لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأعلنت الإضراب الشامل في كل الوزارات يوم الخميس المقبل والاعتصام أمام وزارة الاقتصاد، وكشفت أنها تدرس مع نقابة المعلمين إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار إعطاء الإفادات بالتنسيق مع الوزير السابق زياد بارود. هذا الموقف أتى بعد قول وزير التربية إن موضوع الإفادات أصبح تحصيل حاصل، وإن بعض الطلاب أخذ إفادات وسافر إلى الخارج. وقد تناول مجلس الوزراء هذا الشأن في جلسته اليوم، مركزا على 22 طلبا لجامعات لأحداث فروع جغرافية وبرامج ماستر وإنشاء كليات وتجديد تراخيص ودرس تراخيص جامعية جديدة. غير أن جلسة مجلس الوزراء أنجزت خطوة مهمة بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وسينشر في الجريدة الرسمية فورا في نشرة خاصة. وبعيدا عن الوضع المحلي، سجل في الخارج الآتي: انهيار هدنة غزة ومعها التفاوض غير المباشر في القاهرة، اندلاع معارك عنيفة في تكريت والموصل بين داعش والقوات الحكومية، أعلان المرصد السوري أن داعش جند خلال شهر 6000 مقاتل في سوريا ليرتفع عدد مقاتليه إلى 50000، توجيه داعش رسالة إلى أمريكا تقول سنغرقكم في الدم، فتوى لمفتي السعودية تعتبر داعش والقاعدة عدوين للإسلام. إذن هدنة غزة انهارت، ونتنياهو أمر باعتداءات عسكرية تحت مبرر انطلاق صواريخ، وسط قولها أراتس إن التفاوض في القاهرة انهار وأن نتنياهو طلب عودة الوفد الإسرائيلي. خرقت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة قبل ساعات من الموعد المحدد لانتهاء وقف إطلاق النار، ونفذت إسرائيل هجمات في قطاع غزة، واستدعت مفاوضيها المشاركين في محادثات في القاهرة بخصوص الهدنة، بعدما قالت إن 3 صواريخ فلسطينية سقطت على جنوب إسرائيل. الجيش الإسرائيلي لفت إلى أنه سيهاجم أهدافا إرهابية في القطاع، وحركة حماس أشارت إلى أنه إذا لم يفهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدا رسالة ومطالب غزة عبر لغة السياسة في القاهرة، فإننا نعلم الطريقة التي نجبره بها على فهمها. الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري قال: ليس لدينا أي معلومات حول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية تهدف إلى إجهاض المفاوضات القاهرة، وإسرائيل تتحمل مسؤولية أي تصعيد. وتزامن هذا الخرق قبيل استئناف المحادثات بين الوفد الفلسطيني الموحد والجانب المصري في القاهرة، في انتظار أن يصل الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة المصرية لتقديم الرد على المطالب الفلسطينية. وكان رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض عزام الأحمد قد لفت إلى وجود أصابع خفية تحاول وضع العراقيل أمام المبادرة المصرية. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت عن ارتفاع أعداد قتلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2016 بعد وفاة عدد من الجرحى الذين كانوا يعانون من إصابات بالغة وانتشال جثة جديدة من تحت الأنقاض في حي الشجاعية. وإلى الملف العراقي، القوات العراقية تستعيد السيطرة على تكريت وتواجه مقاومة شرسة من داعش.
لا تزال المعارك على أشدها في تكريت ومحيطها بين قوات الجيش العراقي وعناصر داعش الإرهابية، وفي الجديد الميداني في الساعات الأخيرة فقد تمكن الجيش العراقي من السيطرة على 3 أحياء استراتيجية، لكنه يواجه في المقابل مقاومة شرسة من عناصر داعش. في هذا الوقت دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي سلاح الجو العراقي إلى توخي الدقة في أي استهداف لداعش الذي يتحصن بالمدنيين. ومنذ بعض الوقت أفادت معلومات صحفية بأن القوات العراقية علقت هجوما كانت قد شنته لاستعادة السيطرة على تكريت، وذلك بعد تعرضها لنيران كثيفة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. وترددت معلومات أيضا عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى من عناصر داعش في منطقة وادي شيشين جنوب تكريت. مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية في السراي الحكومي، وعلى جدول العمل بندان أساسيان: إنشاء جامعات وعدد من الكليات الجامعية وملف إدارة النفايات الصلبة، ومن ضمنه تجديد عقد شركة سوكلين. ومن خارج جدول العمل: وقع مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وسينشر فورا في نشرة خاصة للجريدة الرسمية. كل التفاصيل مباشرة من السراي مع الزميلة دينا طبارة. دينا، مساء الخير، ماذا عن أجواء جلسة مجلس الوزراء، عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وماذا عن رفض إعطاء تراخيص ل6 جامعات؟ نعم ندى، مساء الخير وشكرا لك. كما ذكرتي بالحقيقة أنه تم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وكان هذا شكل مفاجأة وخرق في هذه الجلسة لمجلس الوزراء، علما أن معظم الوزراء الذين وصلوا إلى السرايا استبعدوا توقيع هذا المرسوم، وكان الوحيد من بين الوزراء هو الوزير علي حسن خليل الذي لم يستبعد هذا الموضوع. إذن رئيس الحكومة ومن خارج جدول الأعمال وكصلاحيات المناطة به طرح هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال، وتم التوقيع بالإجماع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، علما أن المهلة الدستورية كانت انتهت منتصف ليل أمس، وعليه فإنه المرسوم سينشر فورا وفي نشرة خاصة كما أفادتنا المعلومات الواردة من هذه الجلسة. وكأن بهذه الخطوة أراد رئيس الحكومة تمام سلام إزاحة هذا العبء عن كاهل الحكومة، فتم التوقيع على هذا المرسوم بالإجماع. هذه الجلسة الاستثنائية كما ذكرت ندى مخصصة لبندين أساسيين، موضوع الجامعات وموضوع النفايات. في موضوع الجامعات لم يتم الترخيص ل6 جامعات هي مستوفية الشروط، قال لنا وزير التربية الياس بوصعب لدى وصوله إلى السراي، وقال إن هذا الموضوع هو في أدراج وزارة التربية منذ فترة طويلة. هذا الموضوع، موضوع الجامعات، موضوع إنشاء كليات، استحداث كليات في جامعات معروفة، في جامعات بحاجة إلى ترخيص، في جامعات بحاجة إلى ترخيص، وهذا الموضوع قال إنه بحاجة أيضا إلى قرار سياسي. وهناك كان اعتراض من بعض الوزراء لدى وصولهم إلى السراي أيضا حول موضوع الجامعات، وقيل إن الموضوع بحاجة إلى مزيد من التعمق والدراسة في هذه المسألة. أما بالنسبة للنفايات فالموضوع مقتصر مبدئيا على موضوع مطمر الناعمي، والذي كان اتخذ قرار في وقت سابق بإقفاله نهائيا في 17 من كانون الثاني عام 2015، أي مطلع العام المقبل. عليه فإن وزير البيئة محمد المشنوق كان التقى وفدا بيئيا قبل دخوله إلى السرايا، ووفد من أهالي الناعمي سلموه مذكرة يرفعها إلى مجلس الوزراء حول مطمر الناعمي. وأيضا هناك بحث في إيجاد حل لمطمر طرابلس ضمن إطار الخطة الوطنية الشاملة من قبل اللجنة الوزارية لموضوع النفايات. أيضا من المتوقع أن يتم تجديد العقد لشركتي سوكلين التي تنتهي مهلة العقد نهاية هذا الشهر، وأيضا للافاجيت في طرابلس والتي انتهى عقدها في حزيران الماضي. من المتوقع أن يتم التجديد لفترة لهاتين الشركتين، خصوصا أنه لا تراخيص ولا مناقصات، إن هناك فقط تجديد في هذا الإطار، تجديد تقني. إذن هذه هي المعلومات الواردة من جلسة مجلس الوزراء، وأي جديد سنوافيكم به، وسننتظر حتى انتهاء الجلسة لسماع المقررات التي سيدري بها وزير الإعلام رمز جريش. ندى، شكرا لك الزميلة دينا طبارة، وطبعا سنعود معك فور انتهاء الجلسة للاستماع إلى مقررات مجلس الوزراء. لجنة التربية قررت قانون الإفادات وأوصت بوجوب امتحانات الدخول، وأبو صعب كشف أن الطلاب أخذوا إفادات وسافروا، والقانون تأتي بمفعول رجعي.
لقاء لجنة التربية النيابية برئاسة النائبة بهية الحريري ومشاركة وزير التربية الياس أبو صعب انتهى إلى تأكيد قرار الوزير بمنح الإفادات وبأن لا عودة إلى الوراء مهما كان قرار هيئة التنسيق النقابية. وزير التربية قال: لست عنيدا، سابقا عدت عن قراراتي لمصلحة الطلاب، ولكن اليوم هذه المصلحة تقتضي عدم العودة عن الإفادات، فهناك طلاب أخذوا إفادات وسافروا ولا وقت لدورة ثانية، وموضوع التصحيح لم يعد مطروحا، ما طرحناه قوننة الإفادات وهناك ثلاث سوابق حصلت. لجنة التربية أوصت بالاتصال برئيس الجامعة اللبنانية لإجراء امتحانات في كل الكليات. انت عم تحكيني وكانه نحن هذا الموضوع بعده مطروح قدامنا، هذا الموضوع انتهى يوم السبت، بالتالي اي مناقشه ما زال عم بتقولي لي بعد لحد هلا منو متفقين. هذا تماما اللي خلاني اخذ قرار يوم السبت، لانه انا عارف انه هيدي الشغله بدها تعل وتمد. مصلحه الطلاب اليوم ما بقى تسمح لنا ولا دقيقه من بعد الاسبوع الماضي. امبارح بلشنا نسفر طلاب، طلعنا اوراق فيز لبعض لحتى يسافر، والعمل بالإفادات ابتدى من امبارح، بالتالي ما بقى فينا نتراجع لورا، خاصة أنه أي خطوة من هالنوع ما فيها ضمانة لوين رايحين بالمستقبل. مين بيضمن أنه كان اليوم إذا رحنا على تصحيح بيصدروا إفادة بيصدروا نتائج؟ مين بيضمن أنه إذا بدنا نعمل دورة تانية ما بيقدربوا قبل الدورة التانية؟ بس بلش فوضهم بيطلع أحدهم بيقول لي: طب وإذا طار عام دراسي كامل شو هالمشكلة حتى نحصل على السلسلة؟ لا، هيدي المشكلة بعينها، وهون اختلفت أنا وياهم. الاجتماع ساده نقاش بين وزير التربية والنائب الحريري من جهة ونائبي حزب الله من جهة ثانية على خلفية موقف الحزب من وجوب التصحيح ومنح شهادات. هذا الموقف أعلنه النائب علي فياض عند دخوله الجلسة، إلا أن القرار الصادر عن لجنة التربية صدر بالإجماع، ووزير التربية أوضح أن نواب الحزب أجروا اتصالات تبين خلالها أن المسألة أكثر تعقيدا مما تصوروا وأنهم وافقوا على الإفادات. هيئة التنسيق النقابية أكدت أن افتتاح العام الدراسي سيكون طبيعياً، وأعلنت أنها ستدرس إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف قرار منح الإفادات مع الوزير السابق زياد بارود، واعتبرت أن السياسيين أوقعوا البلاد بحال من الفشل، والوزير أبو صعب والحكومة يتحملون مسؤولية إعطاء الإفادات. وأعلنت هيئة التنسيق الإضراب الشامل في كل الوزارات والإدارات العامة يوم الخميس المقبل والاعتصام أمام وزارة الاقتصاد، وأكدت أنها بصدد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة. الوزير وائل بوفعور حذر أي مستشفى من عدم استقبال المرضى مؤكدا إلزامية العقود. وزير الصحة وائل بوفعور أكد بعد استقباله وفدا من نقابة المستشفيات برئاسة سليمان هارون أن المستشفيات تعرف واجباتها القانونية، مشيرا إلى أن المستشفيات التي هددت بعدم استقبال المرضى هو بيان وهمي وغير صادر عن نقابة المستشفيات، داعيا المواطنين إلى عدم الخوف من عدم استقبال المرضى، مؤكدا وجود قانون يمنع ذلك. ببساطة مش مطلوب منهم شيء غير يطلبوا منا نلغي لهم عقده. إذا هالقد مظلومين بعلاقتهم مع الدولة وعم يلجأوا لهالأسلوب الإعلامي، ببساطة يجربوا ما يستقبلوا مرضى أولا، عذرا النقيب، يجربوا ما يستقبلوا مرضى. ثانيا اذا هالقد عقدهم مع الدوله مكلف ويعني مش عم يستفيدوا منه، انا بستعد الغي العقود لاشوف اذا بتستمر مستشفياتهم او ما بتستمر. وقرار مجلس وزراء يعني يدخل حيز التنفيذ، وبالتالي لم يعد هناك من ضروره لانه يتم حجز 10% من عقود الدوله مع المستشفيات بناء على قرار مجلس وزراء، لانه مجلس وزراء يقدر يعني بعض الضائقه الماليه التي تعانيها بعض المستشفيات. أبو فعور وبشأن عقود المصالحة أكد أن وزير المالية وضع آلية لدفعها للمستشفيات عن طريق سندات الخزينة علها تساهم في تحسين الأوضاع المالية للمستشفيات في لبنان. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى رئيس الجامعة اللبنانية دكتور عدنان السيد حسين على رأس وفد من الجامعة. السيد حسين تمنى على الرئيس بري رعاية المؤتمر العلمي عن نهر النيل المزمع عقده في تشرين الأول المقبل في الجامعة اللبنانية، وذلك في حضور خبراء دوليين من الدول المعنية. الرئيس بري التقى سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري ثم المغترب القاضي سالم سلامي.
رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تسلم من لجنة عائلة وأصدقاء الأسير يحيى سكاف والجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين مذكرة فيها تطالب الحكومة بالعمل على إنقاذ الأسير سكاف وإعطاء هذه القضية الاهتمام المطلوب من خلال الاتصالات الدولية للضغط على العدو الصهيوني بمعاملة الأسير سكاف وباقي الأسرى معاملة إنسانية والإفراج عنهم. كتلة المستقبل وبعد اجتماعها الأسبوعي دعت لانتخاب رئيس للجمهورية تجنبا للتداعيات الأمنية والدستورية التي قد تنجم عن إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية. اعتبرت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي أن الأولوية يجب أن تكون لعمل على انتخاب رئيس تجنبا للتداعيات الأمنية والدستورية التي قد تنجم عن إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، كما دعت للاستفادة من دروس الأسابيع الماضية من خلال الالتزام الكامل بتوفير الدعم الحازم لقيام الدولة، كما دعت الكتلة لتسليح الجيش والمؤسسات الأمنية لتلعب دورها بكفاءة في هذه المرحلة البالغة الدقة والخطورة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين. تؤكد كتلة المستقبل مجدداً على أن الجهد السياسي في لبنان يجب أن ينصب على إنجاز الانتخابات الرئاسية من أجل إنهاء حالة الشغور في رئاسة الجمهورية، بمعنى آخر أن تكون الأولوية لدى النواب والمسؤولين السياسيين هي لانتخاب رئيس الجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية بما يتيح للبلاد الانطلاق في مسيرة إعادة تكوين السلطة في لبنان وإعادة الاعتبار للدولة وإداراتها ومؤسساتها القضائية والأمنية والعسكرية، وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة الخطيرة التي تشهد فيها المنطقة المحيطة بلبنان تطورات خطيرة ويعاني لبنان من صدماتها وتداعياتها. النائب ميشيل فرعون يؤكد بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب أن لا خيار لنجاح لبنان في مواجهة الإرهاب إلا من خلال انتخابات رئاسية. يعني احنا نبهنا، ما بعرف نبهنا انه كوزراء وين الدعوة للهيئات الناخبة، ومع الهاجس اكيد هاللي نطلع من لنقول التواريخ الدستورية من جهة، والهاجس الاخر انه الكل يواجه مسؤولياته لانه في مزايدات عم نشوف حول مسألة التمديد لمجلس النواب. واكيد موقفنا واضح انه نحن اليوم في مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية ولازم ننزل وننتخب، وأكيد الانتخابات النيابية اليوم تجي بعد الانتخابات الرئاسية. الوزير السابق ناظم الخوري وفي حديث لتلفزيون لبنان شدد على ضرورة انعقاد مؤتمر مسيحي عام تحضره الطوائف المسيحية في لبنان لدراسة الأخطار المستجدة على الأقليات، تمهيدا لعقد قمة روحية إسلامية مسيحية وإطلاق نداء إلى اللبنانيين والدول الكبرى للعمل على بقاء هذا البلد. حوره عيسى أبو عيسى. الوزير السابق ناظم الخوري دعا إلى ضرورة انعقاد مؤتمر مسيحي عام تحضره الطوائف المسيحية في لبنان لدراسة الأخطار المستجدة على الأقليات، تمهيدا لعقد قمة روحية إسلامية مسيحية وإطلاق نداء إلى اللبنانيين والدول الكبرى للعمل على بقاء الصيغة الفريدة لهذا البلد. قيام أولا لمؤتمر وطني مسيحي كل المذاهب المسيحية تكون موجودة فيه، لا يقتصر على الموارنة، كل الطوائف، وهذه تم قيادات روحية وسياسية وزمنية واجتماعية في دور لهم بالقطاعات كلها المسيحيين. خلي يكون هالمؤتمر هذا يفرجي انه الدور المسيحي المنفتح، ويكون في نداء للعيش وللمسلمين. وأرى الخطوة التالية هي عقد قمة روحية إسلامية مسيحية. خوري جدد رفضه التمديد للمجلس النيابي. لم يكن هناك أي تبرير للتمديد الحصل قبل من سنة وشوية للمجلس النيابي. هلأ يمدد يحكى سنة أو سنتين أو هلهم مجرد مثل ما بيقولوا الأعمار بيد الله بلبنان. هيدي لا تمت إلى الديمقراطية بأي صلة.
تتنافى مع الأصول الديمقراطية الصحيحة. ولكن الواقع ما بدنا نحكي تنظير سياسي، نحن بواقع مرير في لبنان. لبنان على مفترق طرق أساسي، مصير لبنان، مصير الصيغة اللبنانية، مصير العيش المشترك، مصير دول لبنان الرسالي. خوري أكد أن المسلمين مستهدفون كما المسيحيين، داعيا إلى وحدة مسيحية إسلامية. قائد الجيش العماد جهوجي شدد على أن قضية الشهداء والمفقودين العسكريين هي الشغل الشاغل لقيادة الجيش، وستبقى في مقدمة اهتماماتها حتى تحقيق العدالة كاملة وعودة جميع المفقودين إلى مؤسستهم وعائلاتهم بأسرع وقت ممكن، مؤكدا وفاء المؤسسة العسكرية لعائلات شهدائها الذين قدموا المثال لكل مواطن في الصبر والتضحية والإخلاص للبنان. كلام قهوجي جاء خلال استقباله وفدا من أفراد عائلات العسكريين الذين استشهدوا في منطقة عرسال، وقد نوه العماد قهوجي بشجاعة هؤلاء الشهداء وبطولاتهم الاستثنائية، مؤكدا أن دماءهم التي امتزجت معا في ساحة الواجب قد حمت وحدة لبنان من التفكك والانهيار، وحالت دون امتداد نار الفتنة إلى قلب الوطن. والتقى قهوجي الوزير السابق عبد الرحيم مراد ومن ثم السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين. قضائيا لم يتم اليوم سوق الموقوف عماد جمعة إلى دائرة قاضي التحقيق العسكري عماد الزين، إذ حضر وكيله واستمهل لتقديم دفوع شكلية، فأرجأ القاضي الزين استجواب جمعة إلى موعد لاحق يحدد في حينه. قضائيا أيضا ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف حسين الحسين لإقدامه على إنشاء حساب وهمي على تويتر باسم لواء أحرار السنة في بعلبك، ومن خلاله توجيه تهديدات إلى أبناء المنطقة وشخصيات سياسية وأمنية وإلى الجيش اللبناني، وتبني عمليات انتحارية وسقوط قذائف على مناطق في بعلبك والهرمين. أرسلت مؤسسة كهرباء لبنان كتابا إلى النيابة العامة التمييزية تطلب فيه الإعازة القوى الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للوضع الشاذ والمخالف للقوانين والأنظمة وتأمين الدخول والخروج عبر مداخل المبنى المركزي في كورنيش النهر وبعض دوائر المؤسسة، وذلك نظرا لما يحصل من إقفال للمداخل ونصب للخيام ومنع الموظفين والمواطنين من الدخول والخروج، وحفاظا على المرفق العام وتأمين حسن سير العمل في المؤسسة. كذلك أرسلت المؤسسة مجددا كتابين في هذا الشأن إلى كل من وزير الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تطلب فيهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مداخل المبنى المركزي ومداخل كل الدوائر والأقسام وإزالة الخيام المنصوبة فيها. محطة مع الإعلان، ثم نتابع نشرتنا. ونتابع نشاطنا من تلفزيون لبنان في ساحة النجمة. النائب إبراهيم كنعان يشدد على وجوب عقد جلسة اجتماعية استثنائية، وإلا سنكون أمام أزمة دفع رواتب موظفي القطاع العام مجددا. انطلق النائب إبراهيم كنعان من المشاكل المالية المتراكمة من رواتب القطاع العام، وفتح اعتماد إضافي إلى سلسلة الرتب والرواتب والإفادات ليشدد على وجوب عقد جلسة تشريعية استثنائية قريبا، وإلا سنكون أمام سلسلة أزمات. هيدا جوهر المشكلة اللي عم نعيشه اليوم على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد المالي، واللي عم يتفرع عنه كل المشاكل اللي عم تشوفوها بالتربية بالأمن بكل شيء. هذا المشكلة الأساسية يلي لازم ينحل، وإلا نحن رايحين على كرة التلج، وهي الكرة التلج ما بنعرف وين توصل. ما بقى يجوز تأجيل جلسة تشريعية مالية استثنائية تتضمن يورو بوند، رتب ورواتب، موضوع الاتفاقيات القروض الميسرة، مسألة الاعتماد الإضافي. لجنة المال أقرت زيادة مساهمة الدولة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية وإعفاء مساهمات البلديات في المشاريع الممولة من الجهات المانحة من الضريبة على القيمة المضافة. لجنة الأشغال أقرت سلسلة مشاريع قوانين أبرزها الموافقة على اتفاقيات وقروض لمشاريع مائية. دارت المفتي دريان تغص بالمهنئين، والمفتي الجوزو يدعو للتكاتف لما فيه خير الطائفة والوطن.
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الوزير السابق طلال المرعبي مهنئا، كما التقى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو على رأس وفد من العلماء في إقليم الخروب. الجوزو شدد بعد اللقاء على التكاتف من أجل إنجاح مسيرة المفتي المنتخب بما فيه خير الطائفة والوطن. ولبنان نعلم بأنه مركب على تعدد طائفي كبير، المفروض أن كل طائفة عم تحاول تثبت وجودها على الساحة، فنحن كمان أملنا كبير أنه نثبت وجودنا إن شاء الله وبأسلوب مشرف ونتناسى فيه ما حصل في الماضي. كما استقبل دريان وفد اتحاد العائلات البيروتية وفد جمعية المشاريع برئاسة الشيخ حسام قراقيرة، وتلقى اتصالات من وزير الثقافة ريمو عريجي والمدير العام لأمن الدولة لواء جورج أرعى وقائد الدرك العميد لي السعادة وقائد شرطة بيروت العميد عبد الرازق القوتلي، وتلقى رسائل تهنئة عديدة من بينها رسالة من رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي. وإلى الفقرة الاقتصادية مع المحلل الاقتصادي دكتور غازي وزني ندى الحوت. سلسلة رتب والرواتب إحدى التحديات التي تواجهها السلطة التشريعية، البعض يرى الحل بإقرارها والبعض الآخر يرى بتصحيح الأجور. رأي للمحلل الاقتصادي دكتور غازي وزني. دكتور وزني، ما الحل برأيك وما هي التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان في حال أقرت السلسلة؟ الاقتراح اللي عم بيجي هلا قصة تصحيح الأجور، طيب خليها عامة أسهل بالموضوع، ليش ندخل بالأرقام وبالحسابات؟ منصحح الأجور مثلا نقول لك 15% أو 20% بتكون للكل، هذا الموضوع. هون أكيد إيجابيتها إنه سهولة الاحتساب، الغبن فيها إنه في ناس إنه ناطرين منذ 98 إنه صحح أجوره نسبة للرتب أو الرتب يلي صاروا فيها أو تطوروا فيها ما أخذوها، يكون في غبن فيها لبعض الموظفين. هون إنه لا، أنا مع سلسلة الرتب والرواتب يلي هي تصحيح للأجور من غلاء المعيشة أو من ناحية السلاسل، ولكن من أجل استيعاب التداعيات يلي ممكن استيعابها وإعطاء الموظفين القطاع العام هو تقسيطها، وبهذا الإطار يفترض إبعاد السلسلة عن السياسة من ناحية إنه رفض التشريع بمجلس النواب لأسباب سياسية، أو من ناحية رفض إعطاء الحقوق لأسباب نهج اقتصادي أو ضغوطات لوبيات معينة اقتصادية ومالية بالموضوع. اليوم قديش الواقع الاقتصادي بيحمل بعد إقرار السلسلة؟ هذه الأمور الثلاثة التضخمية والمالية العامة والاستقرار النقدي بتؤدي عدد كبير جدا من الاقتصاديين إلى طلب التريث، والتريث قبل إعطاء السلسلة. من هون كان إنه طلبنا إحنا الرئيسي بالموضوع إنه تقسيط السلسلة، بس تقسط السلسلة لثلاث سنوات كما اقترح دولة الرئيس بري أو كذا، في إمكانية حين ذلك من ناحية التقسيط أو من ناحية التخفيض الموضوع إلى إيجاد حل بالموضوع، إلى إيجاد حل بالسلسلة. وهذا الحل هذا برأيك الأنسب؟ برأيي الأنسب تقسيط السلسلة وإمكانية تخفيضها. يعني دكتور وزني، في نهاية الأمر السلسلة ليست موضوع أرقام بل موضوع سياسي بامتياز. مزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط. ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، شدد النائب غازي العريضي خلال عشاء الخريجين التقدميين في قصر الأمير أمين بيت الدين على أن الدولة هي الملاذ والمرجع، مجددا التأكيد على الموقف الداعم للجيش وقوى الأمن الداخلي. جال وفد من قيادة حزب الله في الجنوب على عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية برئاسة الشيخ عبد المجيد عمار ونائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي، وأطلعهم على الأوضاع التي يمر فيها لبنان لا سيما بعد معارك عرسال. زار وفد من حركة فتح قيادة أمل في صيدا استكمالا للجولة التي تقوم بها قيادة فتح في الجنوب على القيادات السياسية في المدينة، وبحث الطرفان في المستجدات الفلسطينية. نفذت نقابة السواقين في الشمال اعتصاما أمام مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس احتجاجا على تأخير معاملات المضمونين وتحصيل مستحقاتهم المالية. تحت عنوان عكار عيش واحد ولبنان واحد، نظمت جمعية الحداثة ومؤسسة نسيج لقاء في حلبة بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، وصدر عن المجتمعين بيانا ختاميا ركز على وحدة عكار بطوائفها كافة في مواجهة الإرهاب ودعم الجيش ومرجعية الدولة، كما ركز البيان على ضرورة معالجة موضوع اللجوء السوري.
بمناسبة عيد الجيش 69 أقيم في محلة البياضة صور حفل تكريم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، حضره قائد منطقة الجنوب بالوكالة العميد الركن فرانسوا شاهين، ممثلا قائد الجيش العماد جون قهوجي، وقائد القوات المذكورة الجنرال لوتشيانو بوتولانو. وقد ألقى العميد الركن شربل أبو خليل كلمة بالمناسبة أثنى فيها على تضحيات القوات الدولية وتعاونها الوثيق مع الجيش في إطار تنفيذ القرار 1701. وزير الإعلام رمزي جريج التقى وفدا من جمعية جاد، حيث تم التباحث في أهمية دور الإعلام التوجيهي للتوعية على مخاطر المخدرات. تضامنا مع الجيش اللبناني، نظم نادي القرعون الرياضي وفعاليات البلدة حملة تبرع بالدم لجرحى الجيش اللبناني، حيث تهافت الشباب على ساحة البلدة للتبرع بالدم بسيارات تابعة للصليب الأحمر اللبناني ووزارة الصحة. وأقيم حاجز محبة على مدخل البلدة، ووزعت أعلام لبنانية وأعلام الجيش، وتعبيرا عن دعم وانتماء الأهالي إلى الجيش اللبناني رفضا لما يقال على المنابر ضد الجيش. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أقيم تكريم للعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في قصر اليونسكو بحضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ومنسق الشؤون الإنسانية. درباس أثنى على أهمية تقديم المساعدات الدولية ونوه بالتضحيات التي يقدمها المتطوعون لمساعدة منكبي الحروب. إلى هنا تنتهي نشرتنا بيير، وأنا نشكر لكم متابعتكم، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.